السلام عليكم. إيران وجهت ضربات صاروخية عنيفة على العمق العراقي ليلة يوم أمس من أجل الانتقام من إسرائيل كما ادعت إيران. تفاصيل كل ما جرى نشرت على وكالة رويترز كما تلاحظون، وكذلك على الوكالات الإيرانية مثل إيرنا وكذلك تسنيم الإيرانيتين، وحتى على الواشنطن بوست، النيويورك تايمز ووسائل الإعلام الكردية. وهذه الضربات جاءت مباشرة على إقليم كردستان، وكانت هنالك لقطات نشرت من قبل الجانب الإيراني للحظات الأولى لإطلاق هذه الصواريخ بهذا الشكل، وبعد ذلك جاءت هذه الصواريخ لتنهال على إقليم كردستان بهذا الشكل. لم يكن أحد يتوقع هذه الضربة نهائيا، ولم يكن هنالك إبلاغا من الجانب الإيراني، وكانت هنالك كثير من اللقطات لطبيعة الدمار كما تلاحظون هنا لما خلفته هذه الصواريخ من ضربات عنيفة وعنيفة للغاية هزت إقليم كردستان وتحديدا أربيل. هذه التفاصيل وتفاصيل ما جرى. في حقيقة الأمر أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي كان خلف هذه العملية، هو الذي نفذ هذه العملية، وبأن الصواريخ التي أطلقت هي كانت قد أطلقت من قاعدة صاروخية بالقرب من كرمانشاه وهي قاعدة قزانشي. نتحدث عن 6 صواريخ من صواريخ فاتح 110 من الجيل الرابع التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك بأن كانت هنالك طائرتين مسيرة يعتقد بأنها انطلقت من الداخل الإيراني وشاركت بهذه العملية باتجاه أربيل، بالإضافة إلى ذلك بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق أيضا أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إقليم كردستان. وهذا من أجل وبشكل بشكل واضح الآن أمامنا بأن الاستهداف يأتي بعدة أسلحة، استهداف مركب من عدة اتجاهات من أجل مشاغلة المنظومات الدفاعية الموجودة في إقليم كردستان لكي تصل إيران إلى الهدف الذي تبحث عنه. وإذا ما ذهبنا إلى صورة أوضح، صورة جوية من القمر الصناعي لنأخذ تفاصيل ما جرى، هذه هي أربيل، والاستهداف جاء إلى شمال شرق أربيل على طول هذا الخط الذي ترونه أمامكم وهو باتجاه مصيف صلاح الدين. الصواريخ كانت قد استهدفت بشكل واضح جبل كورك هنا، وكذلك استهدفت مصيف صلاح الدين، واستهدفت كذلك فندق خانزاد، وأيضا استهدفت نقطة بالقرب من قرية ملا عمر التي هي لا تعتبر بعيدة أبدا من القنصلية الأمريكية التي هي تعتبر قيد الإنشاء، وهي القنصلية الجديدة. حتى هذه اللحظة لم يكتمل بناؤها، ولكن كانت الضربات قريبة للغاية ولم تكن متجهة مباشرة أو بشكل مباشر على هذه القنصلية، بالإضافة إلى ذلك إلى أن كان هنالك أيضا استهدافا وهو الاستهداف بالطائرات المسيرة باتجاه اللاجئين الإيرانيين المتواجدين في مخيم جيجنيكان الذي يأتي إلى شمال بحر. كهؤلاء هم ليسوا من الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة التي انسحبت على سبيل المثال من الحدود العراقية الإيرانية، وهم ليسوا مسلحين، وهم متواجدين منذ عام 1981 في هذا المخيم. جاءت طائرتين مسيرة من الطائرات التي يعتقد بأنها كانت قادمة من إيران واشتركت بهذه العملية، خاصة وأن إيران قالت بأنها استهدفت الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة أثناء إطلاق هذه الصواريخ البالستية فاتح 110. لكن المنظومات الدفاعية الموجودة في إقليم كردستان تمكنت من ضرب هذه الطائرات المسيرة، ولم تتمكن هذه الطائرات من تحقيق هدفها. كذلك أن الواشنطن بوست نقلت عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن كان هنالك استهدافا بالطائرات المسيرة للقاعدة الأمريكية الموجودة بالقرب من مطار أربيل. 3 طائرات مسيرة هي التي استهدفت هذه القاعدة الأمريكية، ولكن المنظومات الدفاعية الموجودة أيضا في إقليم كردستان تمكنت من ضرب هذه الطائرات المسيرة. بسبب كل هذه الضربات كان هنالك استنفارا أمنيا، توقف الطيران في هذه المنطقة، وكذلك كانت السلطات الموجودة في إقليم كردستان تمكنت من إلقاء القبض على شخصين من حملة الجنسية الإيرانية، وجدوا ببساطة بأنهم نوعا ما والاشتباه بهم بأنهم متورطين في عمليات التجسس ولعبوا دورا في هذه الضربات التي جاءت على داخل إقليم كردستان. لم تكن هنالك أي استهدافات باتجاه المصالح الأمريكية بشكل عام. أخطر هذه الضربات والتي أخذت العناوين بأكملها هي الضربة
باتجاه قرية ملا عمر، لأن هنالك شخصا مهما وهو رجل أعمال كردي مهم للغاية في إقليم كردستان، وهذا الرجل هو بيشرو ديزيي. هذا الرجل هو يعتبر واحدا من أغنى 10 رجال أعمال في إقليم كردستان. الرجل هو رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكن التي ترونها أمامكم. هذه المجموعة متخصصة في العديد من المجالات، في الأمن، في الإسكان، في النفط والغاز، وكذلك في الزراعة وغيرها من هذه التفاصيل التي تتخصص بها هذه الشركة. وكذلك هو رئيس شركة إمباير وولد، هذه الشركة التي يقدر وتقدر ثمنها طبعا ب 2.3 مليار دولار. الشركة متخصصة بالتطوير العقاري ولعبت دورا في التطوير العقاري على مستوى إقليم كردستان بأكملها. هذا الرجل قتل بسبب هذه الضربة مع أفراد عائلته، وكان هنالك ضيفا لديه في منزله أثناء هذه الضربة وهو كرم ميخائيل. هذا أيضا رجل أعمال عراقي وهو مقيم أساسا في الإمارات العربية المتحدة، وكان أحد الضيوف لرجل الأعمال الكردية الذي نتحدث عنه. وميخائيل أساسا في هذا اللقاء لم يكن يبحث عن شيء غير عن صفقة تجارية طبيعية بحسب وكالة روداو، التي أكدت بأن هذا اللقاء وهذه الزيارة كانت تهدف لتوقيع عقد لنصب أجهزة التبريد لأحد المشاريع السكنية بالمحافظة بشكل عام. أي أن ليس هنالك أي شيء مشبوه من هذا اللقاء نهائيا. وكانت هنالك صورة قد نشرتها أو لقطات نشرتها روداو لطبيعة هذا المنزل الذي ضرب بهذا الشكل كما تلاحظون. طبعا الصورة نستطيع من خلالها معرفة هذا الموقع وأين يتواجد هذا الموقع. نلاحظ بأننا أمام ملعب عشبي، ملعب كرة قدم، هذا ملعب آخر أيضا واضح أنه لكرة السلة أو حتى التنس، وبالتالي غرضين في هذا الملعب. وهذه مسألة مهمة لتحديد هذا الموقع بالقمر الصناعي. تلاحظ بأن هنالك نقطة دخول نوعا ما أو مثل البيت الصغير، هناك مدخل لهذه الفيلا، وتلاحظ بأن تصميم الفيلا مميز للغاية من الخلف، وهو الذي سيساعد في معرفة هذا الموقع. تلاحظ مساحة كبيرة هنا باللون الأخضر أو حديقة كبيرة أو حتى تبدو وكأنها للغولف، وأيضا هنا طريق ذهاب وإياب، وهذه أشجار وهذه أشجار أخرى. وبالتالي دعونا نذهب إلى القمر الصناعي لكي نتأكد من هذه المنطقة، ونتجه مباشرة لنرى أين هي القنصلية الأمريكية التي هي تعتبر جديدة وقيد الإنشاء. هذه هي القنصلية الأمريكية هنا، وعلى مسافة 4.5 كيلومتر يأتي هذا المنزل هنا بالضبط كما ترونه هنا. لنأخذ 180 درجة بالقمر الصناعي لكي نتأكد من هذه التفاصيل. ستجد كل شيء متطابقا مما رأيناه. ستجد هذا الملعب هنا العشبي، وهذا هو الملعب الآخر كما تحدثنا عنه، وهذا هو المدخل أو المنزل الصغير، وهذا هو التصميم الخاص كما نلاحظ في الخلف أو في الظهر، متطابق تماما مع ما رأيناه. واضح أن الدمار أثر على شكل هذا المنزل أو هذه الفيلا الكبيرة للغاية. وترى هذه هي المساحة الخضراء الواضحة، وذهابا وإيابا الطريق، وهذه هي كلها الأشجار. وبالتالي هذه النقطة قد استهدفت فعلا. والسؤال هنا، لماذا إيران قامت بهذا الاستهداف؟ كما بررتها إيران ببساطة، قالت بأنه انتقام لما جرى في كرمان. كان هنالك انفجار واستهداف في كرمان في الطريق المؤدي إلى ضريحة جنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني. أدى هذا الاستهداف ببساطة إلى مقتل 100 شخص مدني إيراني وجرح 170 شخصا. وإيران أنذاك اتهمت إسرائيل والموساد الإسرائيلي بأنهم خلف هذا الاستهداف، وبعد ذلك مباشرة تنظيم داعش الإرهابي تبنى هذه المسألة، واتضح بأن شخصين انتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي هما الذين طبعا أو الذين كان خلف هذه العملية في كرمان تحديدا. ولكن إيران قالت بأننا سنرد. وهنا بعد الضربة التي جاءت في إقليم كردستان، قالوا بأن في إقليم كردستان هنالك مقرات للموساد الإسرائيلي تستخدم في التجسس على الداخل الإيراني، وهي تهدد الأمن القومي لإيران، وأن إحدى هذه الضربات دمرت المقر الرئيسي للموساد الإسرائيلي. وليس هذا فحسب، هم تحدثوا بأن هذين العنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بحسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية بأنهما تدربا أساسا في هذا المقر الإسرائيلي، كانا متواجدين ومن تنظيم داعش وفي إقليم كردستان وتدربوا في هذا المقر، وبعد ذلك عبروا الحدود
الحدود ليدخلوا إلى إيران ونفذوا هذه العملية. وبالنسبة لإيران هي لم تستهدف فقط العراق يوم أمس، هي أيضا كان لديها استهداف مباشر على سوريا أيضا، ولكن لم تنطلق الصواريخ من كرمانشاه كما تحدثنا اليوم، ولكن الصواريخ كانت من نقطة أخرى من هذا الاتجاه وهي دور خوين. هنالك نقطة عسكرية انطلقت منها الصواريخ، والصواريخ التي استخدمت لم تكن فاتح 110 وإنما صواريخ خيبر شجن، أي محطم خيبر. من الصواريخ الجديدة المهمة بالنسبة للجانب الإيراني 4 صواريخ هي التي انطلقت من هذه المنطقة وقطعت مسافة قياسية واستهدفت إحدى البلدات الموجودة في إدلب، قطعت مسافة 1230 كيلومترا. هذه تعتبر مسافة قياسية بالنسبة للجانب الإيراني، هذه أبعد نقطة تستهدفها إيران على المستوى الصاروخي. والضربة جاءت بحسب الجانب الإيراني وما تحدث عنه الجانب الإيراني، هم استهدفوا قيادات لتنظيم داعش الإرهابي متواجدين في هذه المنطقة انتقاما لما جرى طبعا في كرمان، وقالوا إن العملية أيضا هي انتقاما لكل القادة الذين قتلوا من الحرس الثوري الإيراني، في إشارة نوعا ما إلى رضا موسوي الذي هو يعتبر قائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري الإيراني في دمشق. إسرائيل قامت باستهدافه بضربة جوية وأردته قليلا، أردته طبعا قتيلا عفوا مباشرة، وبالتالي إيران انزعجت، حتى انزعجت من القتلى من حركة حماس في لبنان أو حتى من حزب الله اللبناني، وبالتالي اعتبرت هذا الاستهداف هو عبارة عن انتقام كامل. لكن هنالك مشكلة في هذه المسألة، لأن الاستهداف الذي جاء في سوريا هو ببساطة اتضح من الجانب السوري أو الأوساط السورية المتواجدة هناك بأنه عبارة عن مستوصف طبي، هو ليس نقطة لتنظيم داعش أو غيره، وأساسا هذا المستوصف لا يتواجد فيه أي أحد نهائيا، وبالتالي لم يكن هنالك أي قتلى من تنظيم داعش أو قيادات أو غيرها. كذلك ما هو مثير هو ما جرى في العراق، كما تحدثنا عناصر من داعش في إقليم كردستان ويعملون مع الموساد وفي مقر للموساد وليدخلوا في إيران وينفذوا هذه العملية، هي قصة يصعب على الجميع تصديقها، وخاصة بأن الضربة التي تمت في مارس من عام 2022 من قبل الجانب الإيراني على أقليم كردستان جاءت لنفس الأسباب، قالوا بأن الموساد الإسرائيلي نفذ عملية بالطائرات المسيرة على العمق الإيراني وغيرها، وعلى هذا الأساس وجهوا 12 صاروخا من صواريخ فاتح 110 ليستهدفوا أقليم كردستان. كان هنالك تحقيقا في مارس عام 2022، وهذا طبعا التحقيق كان في فترة رئيس الوزراء العراقي السابق السيد مصطفى الكاظمي، والتحقيق في نهاية المطاف وصل إلى نتيجة بأنه ليس هنالك موساد، ليس هنالك مقرات للموساد، ولم تكن هنالك طائرات مسيرة قد انطلقت على إيران أو غيرها، وبالتالي ليس هنالك أي نشاط إسرائيلي كما تحدث الجانب الإيراني. بعدها الجانب الإيراني حول المسألة إلى قصة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، وبدأوا يضغطون بهذا الاتجاه حتى جاء السيد محمد شيع السوداني رئيس الوزراء العراقي الحالي وحقق اتفاقية مع الجانب الإيراني أمنية لترتيب الأمور، وفعلا تم ضبط الأمور وتم ضبط الحدود وأبعاد الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، ومن المفترض لإيران أن تبلغ العراق في كل استهداف يتم، وبالتالي الحدود أيضا مؤمنة لتكملة هذه القصة وصعوبتها بأن يكون هذا السيناريو كما تتحدث إيران هو صعب للغاية، لأن الحدود قد تغير وضعه وهنالك تجديد من الطرفين من إيران وكذلك من العراق. لكن المثير وبموجب هذه الاتفاقية من المفترض إيران أن تبلغ العراق قبل أي ضربة ممكن أن تحققها على أقليم كردستان. المشكلة أن إيران لم تبلغ العراق نهائيا بهذه المسألة، وهذا هو الذي أزعج السلطات في العراق بشكل عام. طبعا بالنسبة للرئاسة في إقليم كردستان نددت واستنكرت كل ما جرى، وحتى الحكومة في إقليم كردستان رفضت تماما كل ما جرى، وجاءت وزارة الخارجية العراقية لتندد وتستنكر هذه العملية، وليس هذا فحسب، هم استدعوا القائم بالأعمال الإيراني وقاموا بتسليمه رسالة احتجاج، وأيضا في نفس الوقت قاموا بسحب السفير العراقي الموجود في الداخل الإيراني، وطبعا هو لم يأتي بمسألة السحب وإنما جاء بأنهم استدعوه من أجل التشاور. بشكل عام
ليس هنالك سفير للعراق الآن في إيران بسبب هذه الحادثة، بل إن وزارة الخارجية العراقية بدأت أيضا وأعلنت بأنها ستتحرك إلى مجلس الأمن الدولي للشكوى على إيران بعد كل ما جرى. وأيضا الحكومة العراقية، رئاسة الوزراء العراقية، نددت واستنكرت كل ما جرى. لا بل إن رئيس الوزراء العراقية السيد محمد شيع السوداني شكل لجنة للتحقيق فيما جرى، وهي برئاسة مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، الذي وصل فعلا إلى أربيل بهذا الشكل، زار المواقع التي ضربت، وفي نهاية المطاف ظهر بتصريحات رسمية ونشر على موقع أكس الخاص به ليوضح بأن هذا الاستهداف لا علاقة له لا بالموساد، وهذا الموقع الذي ضرب لرجل الأعمال الكردي لا ربط له بالموساد ولا ربط له بإسرائيل، وليس هنالك أي من هذه الاتهامات. باختصار أي أن ما ادعته إيران هو ادعاء باطل للغاية، وقال بأنه سيقوم برفع التقرير للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي. وفعلا السوداني بعد ذلك وبعد هذه الأنباء ظهر بتصريحات مباشرة ليقول بأن الضربة في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا على العراق، وتحدث بأن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض العلاقة بين العراق وبين إيران، وكذلك قال بأن الحكومة العراقية تحتفظ بحقها في جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تمنحها لها سيادتها، وبالتالي الوضع ارتبك للغاية والعلاقة بين العراق وبين إيران اهتزت بسبب هذا الهجوم الذي قامت به إيران. وطبعا كان هنالك تنديدا دوليا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، السفيرة الأمريكية إلينا رومانوفسكي في بغداد نددت واستنكرت ما جرى، وكذلك السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن أيضا ندد واستنكر هذه الاعتداءات الإيرانية، وببساطة هولندا وغيرها من الدول الأوروبية كانت قد أصدرت بيانات منزعجة تماما من هذا الهجوم الذي قامت به إيران. ولكن هنالك بعض الباحثين الذين مثل على سبيل المثال هذا الرجل وهو كولين كلارك وهو رئيس مركز صوفان للدراسات والبحوث، وجد أن هذه المسألة تعتبر تأتي من ضمن ما يجري في قطاع غزة، وجد بأن ببساطة الردع الأمريكي في الشرق الأوسط لم يتحقق، الكل يهاجم، الكل يستمر بهجماته، ليس هنالك ردع لإيران ولا لحزب الله ولا للحوثيين، وحتى الفصائل في العراق لا يمكن ردعها كما تحدث، وبالتالي هو ينظر إلى أن هذه المسألة هي أكبر مما هي عليه في إقليم كردستان، أو أنها كأنها حالة منفردة على مستوى العراق، وخاصة بأن كانت هنالك رسالة واضحة وتصريحا واضحا من أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام مؤخرا، قال بأن الفصائل حية، طبعا الفصائل في العراق وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي والساحات الأخرى، في إشارة إلى سوريا ببساطة هو قال بأنهم تسلموا رسائلا بأن سيكون هنالك توسيع للعمليات، وفعلا بدأ توسيع العمليات رغم كل الضغط الذي تعرضت له جماعة الحوثي على مستوى البحر الأحمر وغيرها من حلف حارس الازدهار الولايات المتحدة بريطانيا الدول الداعمة لها، إلا أنها هاجمت مدمرة أمريكية بشكل مباشر لم تتمكن منها، هاجمت كذلك ناقلة للنفط روسية، واستهدفت يوم أمس كذلك ناقلة نفط أمريكية، سفينة أمريكية قاموا باستهدافها بشكل مباشر، لم تغرق طبعا وكانت الأضرار بسيطة لا قتلى لا جرحى، ولكن الاستهداف كان حاضرا. واليوم كنا أمام حادث آخر أيضا تحدثت عنه هيئة العمليات البحرية البريطانية في البحر الأحمر، جماعة الحوثي صعدت بشكل كبير، وها هي إيران تدخل على الخط لتصعد من ضرباتها الآن على إقليم كردستان، وكذلك وجهت ضربة على سوريا، والضربة على سوريا لها دلالات مهمة للغاية، المسافة الطويلة 1230 كيلومترا هي تعتبر مسافة بعيدة للغاية، وهذا يعني بشكل آخر بأنني أستطيع ضرب إسرائيل بأكملها إذا ما أطلقت الصواريخ من كرمنشاه، فمن كرمنشاه إلى إسرائيل المسافة تقريبا 1000 كيلومتر فقط. بالتالي نحن أمام رسائل كبيرة للغاية، موقف خطير للغاية في المنطقة بشكل عام، والجميع يترقب ما الذي سيحدث بعد ذلك، كيف الأمور ستتطور، ولكن الأهم يجب أن نفهم لماذا وصلنا إلى هذه النقطة.